العبادة الأرثوذكسية. والكهنة المتوحدين والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح. والحياة والعافية والسلام والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسني لعبادة الأرثوذكسيين ووكلاء هذه الكنيسة المحسنين إليه والمنضوين هذه الكنيسة المقدسة ووكلائها والمحسنين إليها والساكنين والموجودين في هذه البلدة ونسائهم وأولادهم ومن أجل صيانتهم وافتقادهم والصف عنهم وغفران خطاياهم. من السخط والجوع والرباء والزلازل والأرق والحريق والسيف ومن غارات الغرباء والحروب الآلية والموت الفجائي ومن أجل أن يكون إلى أرسال البشر شفوقا استمع الرب الإله صوت تضرعنا نحن الخطأ ويرحمنا. Get in the road, my brother.
يسوع المسيح إلهنا بشفاعة الكلية الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم وبقوة الصليب الكريم المحيي وبنعمة القبر المقدس القابل الحياة وبطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين كل مديحهم القديس المجيد الرسول الكل مديحه يعقوب أخ الرب أول رؤساء ساقط أورشليم وأبان القديسين معلم المسكونة رؤساء الكهنم العظماء فاسس الكبير وغريغوريوس الثيولوغوس ويوحنا الذهبي الفم وأثناسيوس وكيرلس ويوحنا الرحوم بطاركة الإسكندرية وأبي القديس نيقلاوس ويوسف ساقط الفرديكيا والقديس كوريزوس العجائبي القديسين مجيدين الشهداء العظماء جورجيوس حازم ومين الصهد العجائب والشهيد الكهنة فرلمبوس القديسين المجيدين الشهداء الحسن ظفر القديسين المشرفين الملكين العظيمين المتوجين من الله والمعادلين الرسل قسطنطين وهيلانيد وأبا الأبرار جوشحين بالله والقديسين صديقين جدي المسيح الواكي محنن والقديس جورجيوس اللابس الظفر الذي نقيم تذكاره الآن وجميع قديسيك اجعل طلباتنا مقبولة وهبنا غفران زلاتنا واسترنا بشكر جناحيك وادفع عنا كل عدو ومحارب وامنح السلام لحياتنا يا رب وارحمنا وارحم عالمك وخلص نفوسنا بما أنك الصالح والمحب البشر الأرغفة في القفر وأشبع منها الخمسة الآلاف الرجل أن تبارك أيضا هذه الخبزات والقمح والخمر والزيت واكثر في هذه الكنيسة وهذه البلدة
وفي عالمك أجمع، وقدس عبيدك المؤمنين الذين يتناولون منها، لأنك أنت الذي يبارك ويقدس كل شيء أيها المسيح إلهنا. ولك نرسل المجمع بك الذي لا بد له، وروحك الكل قدس الصالح وسط الحياة لنا كل وأنت داهرين.